ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. حنا كنتواجدوا بمركز ديال التخييم بالعالية بمدينة الزهور المحمدية. بغيتو تشوفوا معنا أجواء هذا المركز، أجيو معايا. كنستافد من الخيام العالية صيف 2023 بمركز تخييم المنظر الجميل. صراحة الأنشطة اللي عندنا هنا جد جميلة. كنقاسم الورشات فنية، ورشات تعليمية اللي كتكون في مواضيع مختلفة وكتعاوننا باش نعمروا الباكاج ديالنا ونفهموا بزاف مواضيع ما كناش عارفينهم. هذا المركب يحوي بزاف ديال الأنشطة الترفيهية بحال قاعة ديال الباسكت وحتى لابيسين، وكنديروا مرة خرجات، وكنشكر جميع المؤطرين اللي سهرين على هذا الشيء وشكرا. اللي كتسهر على تأطير الشباب سواء من مرحلة الطفولة وكترافقنا إلى مرحلة اليافعين، وحنايا كل عام هنا كنستافدوا في هذا الملتقى اللي كيضم مجموعة من الأنشطة سواء تثقيفية تنشيطية أو رياضية، وأنا كنعتبر راسي من المحظوظات اللي تحت لهم الفرصة أنهم يشاركوا في هذا الملتقى. الشبيبة أنا اليوم حاضر في الملتقى ديال اليافعين والشباب اللي منظف المحمدية. ورشة عجبتني الورشة ديال الرقص والورشة ديال الموسيقى، كانوا فيها فعاليات زوينين وأغاني زوينين باش نديروا الرقص. المخيم حاليا بقينا فيه سيمانة شوية، استفدت ماشي غير شوية، استفدت بزاف مع الأطر اللي كاينين في الجمعية، وكاين واحد المتعة زعما زوينة بالإضافة. كل عام غنجي لهذا الملتقى، والصراحة واحد القرار اللي زوين بزاف أنني جيت ليه، واللي استفدت منه بزاف ديال الحوايج بحال دابا الورشات التكوينية، الورشات الفنية اللي استفدنا منها بزاف، وكنعطيو فيها الآراء ديالنا وكنتبادلوا الآراء بيناتنا، وبحال بزاف ديال الحوايج و المواقع التواصل الاجتماعي اللي استفدنا منها بزاف ديال الحوايج وعرفنا الآثار السلبية ديالو اللي فادتنا بزاف. دابا لحد الآن يلا قضينا 6 أيام، والصراحة دازو أيام زوينة بزاف.